النهارده معانا مطربه من تراث خاص جدا، فنانه اختارت تغني اغاني تراثنا الشعبي الجميل. النهارده معانا الفنانه ساره الراوي ومجموعه من العازفين المميزين جدا، منى منسي على القانون ومحسن فؤاد عازف ربابه وسعيد حسن عازف ايقاع. اهلا بيكم معانا في انتي، نورتونا وامتعتونا. ميرسي، ربنا يخليك. بجد استمتعنا جدا، واول اغنيه دي كانت بالنسبه لي عامله زي القنبله، انا كنت عايزه اقوم ارقص. وانتي كمان ما شاء الله صوتك، عايزه اقول لكم يا جماعه جلجل الاستوديو، يعني هي ما شاء الله الله اكبر، يعني مش لاقيه خشب امسكه، مش محتاجه ميكروفون من كتر قوه صوتها وجماله. وعايزه اقول لكم التفاعل كان مش طبيعي. تسلم ايدك، ربنا يخليك. عايزه اسالك في الاول، ايه بقى اللي دخلك المجال ده، واكتشفتي موهبتك امتى، ومين اللي دعمك في السكه دي؟ اللي دعمني في السكه دي الاول اختي هند الراوي، ثم الحاجه فاطمه سرحان الفنانه الشعبيه طبعا. اللي دخلني المجال اختي برضو في الاول، هي كانت فرقه النيل الموسيقى والغناء الشعبي. فبدات بقى من بعدها تعالي معايا، انا طبعا كنت اصلا في اسماعيليه، يعني الفن ده وراثه بقى، وراثه عن اختي كلكم ما شاء الله، عن عمي عن جدي، بس هم طبعا الات، انا واختي بس اللي بنغني. فبدات تعالي معايا جربي شوفي، فبدات بقى يعني ابدا معاها واحده واحده، والحاجه فاطمه سمعتني وقالت لي صوتك حلو يجي منه شعبي، وطبعا دربتني فتره، وبعد كده بدات طبعا انزل على الحفلات واعمل حفلات لوحدي. لا ما عندها حق طبعا، فعلا صوتك حلو جدا، صوت مميز جدا. طب انا عايز اسالك سؤال، هو ده اللون التراث الشعب اللي انت عايزه تفضلي طول عمرك بتغنيه، ولا انت حابه خلاص بعد ما تثبتي نفسك هنا واديتي كل حاجه فيه زي ما بيقولوا ان انت تنقلي بقى اللون تاني، خصوصا ان صوتك حلو؟ بصي انا بالنسبه لي بغني كل حاجه، بس الاصعب الفن الشعبي طبعا، لانه محتاج صوت مفتوح، حروف مفتوحه، ومش كل الناس بتتقبله من كل الاصوات، كل الناس لا، محتاج اصوات معينه، دي حقيقه، اصوات شعبيه. لو جبتي حد بيغني ام كلثوم او عبد الحليم وحطيتيه يغني شعبي مش هيعرف يقول شعبي، مش هتحسي خالص ان هو بيقول شعبي، دي حقيقه. هي الوان مختلفه، الاصوات الوان مختلفه، عشان الغنى احساس فعلا. طيب انا عايزه بقى اعلق على عازف الربابه استاذ محسن. انت اصلا عمال تلاغي ساره وهي تقول لك الربابه وانت تقول لها مش عارف ايه، وماشيين مع بعض فعلا دويتو حلو قوي قوي قوي. انت يعني امتى بدات تعزف ربابه، وامتى اكتشفت موهبتك فيها؟ كان والدي الله يرحمه كان عاشق للتراث، فهو اللي حببني في الالات الشعبيه دي، فابتديت طبعا اتعلم الايقاع والمزيكا عن طريق والدي يعني الله يرحمه. جاب لك ربابة وانت صغير؟ هو جاب لي كمانجا صراحة. جاب لك كمانجا، يعني انت بدأت بالكمانجا. وبعد كده خصصت بقى في الربابة. لما طبعا انا عاشق برضو للتراث، فحسيت ان الربابة دي يعني ايه، مش يعني عازفينها مش كتير. بالظبط، دي حقيقة. ودي بتاع بلدنا، فقلت لا لازم اتعلم الربابة دي. ولاقي احساس معين يعني. فدخلت في الربابة والحمد لله. حلو قوي. طب بالنسبة للطبلة بقى. الطبلة دي يعني لوحدها فعلا هي اللي بتقوم الجو، وهي اللي يعني هي اللي خلتنا سقفنا، وهي اللي خلتنا رقصنا. استاذ سعيد طبعا، طبعا امتى اكتشفت موهبتك في الطبلة، وهل انت يعني، انا دايما بدايه اي حد في الطبلة تبص تلاقيه بيطبل على الترابيزه ويطبل على اي حاجه، انت اكتشفت الموهبه كده بالشكل ده؟ لا، من صغري وانا في الشغلانه دي. من صغرك؟ من صغري. يعني وانت طفل ماسك الطبله وبتطبل؟ الاسره عيله فنيه يعني. يعني هي بدات معاك هوايه؟ الاسره عيله فنيه، فدخلت في برضه الاسره عيله فنيه. طب الوالد واخويا واخويا التاني كده، ما شاء الله. طيب القانون بقى، يعني دايما بنلاقي عازفات القانون بيكونوا نجوم يعني دايما، وبيبقى شكلهم كمان مميز قوي، ان بنت هي اللي بتعزف على القانون. امتى برضو اكتشفتي موهبتك؟ انا اكتشفت موهبتي اول ما دخلت المعهد. هو انا كنت مكتشفه موهبتي من وانا صغيره بقى، كنت بعزف بيانو وكنت بغني في المدرسه، لكن اول ما دخلت المعهد حبيت القانون. بس انت كنت مقرره الاله دي قبل ما تخشي المعهد، ولا لما دخلتي المعهد حبيتي القانون؟ لا بصراحه ما كنتش اعرفها قبل ما ادخل المعهد. لما دخلت المعهد دكتوره مايسه هي اللي اختارتني في اللجنه، قالت لي انت يا منى هتبقي قانون. من بعدها دخلت بقى المعهد حبيت القانون جدا، قالوا لي حابه تحولي حولي، قلت لهم لا انا عايزه العب قانون.
انا بسمع يا منى انه اللي بيعزف قانون يقدر يعزف اي حاجه تانية يعني ليها علاقه، يعني تقدري تعزفي عود مثلا؟ لا طبعا بجد مش حقيقي. مش حقيقي تقدريش تعملي ده؟ لا ولا اللي حقيقي. بيعزف عود هو اللي يعزف قانون؟ لا برضو مش حقيقي، كل آلة ليها شكل مختلف تماما. بس احنا في المعهد بندرس كلنا بيانو ومعاه آلة تانية. يعني كلنا بندرس البيانو اساسي معانا. يعني انت بتعرفي تعزفي بيانو؟ بعرف اعزف بيانو طبعا. يعني البيانو هو الاساسي مع كل حاجه، مع كل الالات التانيه، لكن ما فيش حد بيعرف يلعب قانون يقول لك انا اعرف العب عود. ممكن الالات اللي شبه بعض شويه ممكن يقدروا يقولوا عليها شويه، يعني مثلا الجيتار ممكن يقول عود. طب ساره انا عايزه ارجع لك في حاجه، يعني انا عامه بحب شغل الفرق قوي، بحس ان لو احنا ناجحين كلنا بنكمل بعض وكلنا بناخد من بعض طبعا. فانا ما شاء الله شايفاكم ان انتوا فعلا بتكملوا بعض وكل واحد ليه شغل لوحده. هل انت تقدري مثلا انت في حفله النهارده تقفي وتعملي كل ده لوحدك من غير ما تبقى الفرقه المتخصصه بتاعتك معاكي؟ لا، او تغيريها فجاه؟ لا ما ينفعش. ما تقدريش علشان ايه؟ عشان الفن الشعبي ما ينفعش يبقى فن شعبي من غير الاته. الاته ما ينفعش اجيب اورج واغني عليه وانا بقول فن شعبي، لا مش هينفع. والدويتو اللي ما بينكم برضو هو العشره بقى.